أحسن حل للانتكاسة بعد التوبة التوبة تاني ولو 100 مرة. إن الله لا يمل من المغفرة حتى تمل من الاستغفار. الله، يعني أنا انتكست بعد ما تبت ورجعت، بعد ما تبت ونويت رجعت عصيت تاني. اوعى تيأس، دي لعبة الشيطان، انت ما فيش فيك فايدة. او معقولة ربنا هيقبلك تاني؟ يقبلك 100 مرة، والنبي قال كده، وترجع تاني وتغلط. وعلى فكرة يبقى لك ثوابين، عارف الثواب التاني ثواب ايه؟ ثواب التوبة كل مرة، وثواب المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انا بحاول يا رب، انا عايز ابقى كويس وبرجع اغلط وازعل من نفسي. امتى ربنا يغضب عليك؟ انا ما عادش في امل، او مش معقولة هيغفر لي. كأنك مش مصدق ان ربنا رحيم، كأنك مش مصدق ان هو التواب. متى رجعت اليه قبلك؟ اي وقت. قل يا عبادي الذين اسرفوا، مش عملوا اخطاء، اسرفوا على انفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا. عايز ايه وضوح اكتر من كده؟ الحل عند الانتكاسة توبة مرة اخرى، وعودة مرة أخرى، وفتح صفحة جديدة، وتحاول تشوف الخطأ اللي عملته قبل كده إزاي وقعت في الذنب تاني، وتحاول تجتنبه. وما عرفتش، تفضل تدعي ربنا يا رب طلعني من الذنب ده، ويطلعك منه إن شاء الله. الله يتوب علينا ويحفظنا ويرزقنا التقوى يا رب.